بيت الأحلام للديكور، تعلم واستمتع، شاهد لتستمر بالإبداع. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. اليوم رح نشرح لكم عن طريقة تركيب الأربسك ليزر للأسقف المعلقة، سواء كانت بي في سي أو جبسن بورد. طبعا طريقتها إن شاء الله سهلة، أهم إشي نكون عارفين كيف نأخذ القياسات بشكل صحيح، يعني زي هيك مفرغينها من هون عشان القطعة الثانية لما تركب تقعد على كرسي. طبعا البي في سي مثل ما حكينا سهل تركيبه، بس بده شوية تركيز. يعني من هون بنزود الأرابيسك 2 سنتي من الجهة هاي، ومن الجهة الثانية 2 سنتي عشان تركب على القواعد تبعيتها أو الكراسي تبعيتها فوق بالقياس الحقيقي. يعني مثلا أنا لما أركب البي في سي أو الجبسن بورد بعمله الفارغ على تقريبا 36 سنتي. ليش؟ عشان يركب الأرابيسك على 40 مثلا، بزيدها من هون 2 سنتي ومن هون 2 سنتي عشان تركب أو تقعد قعود على السقف المعلق، عشان كمان يكون منظرها كثير كويس، تطلع التفريغة حلوة 100%. شغل الأربسك كثير ممتع، طبعا هو مش مكلف. يعني كثير كنت أروح على ناس حكولي كم بتركب متر الأربسك. متر الأربسك احنا بنركبه مجانا، يعني مش بحاجة انك انت تدفع عليه فلوس، بس انه اعرف القياس انت كفني وشيلهم حطهم مكانهم. فزي هيك أرابيسك ما بيتاخذ عليه ولا قرش، انت بتحطه ضمن الشغل تبعك. تمام، لانه كثير في ناس، يعني قبل فترة حتى بمسجد شفت ناس بيشتغلوا حكوا انه احنا بناخذ دينارين على متر تركيب الأرابيسك، وهذا اسلوب، يعني اسلوب تلاعب، انه انا برايك بالجبسن بورد بس بعوضها بإشي ثاني. الأرابيسك ما بده يعني صناعة صاروخ، بالعكس خذ القياسات الحقيقية 100%. تمام، مثلا أنا بفرغ 36، ليش؟ لأنه اللوح نفسه مثلا مترين وأربعة وأربعين بمية واثنين وعشرين. فطبعا ليش بيزيدوا 2 سنتي من هون 4 سنتي من هون؟ لأنه القص تبعها على خراقة، لما يتقص على خراقة رح ينقص منه مليات، فإحنا بنستغل اللي هي الأربعين تركب مثل ما بدنا، يعني بالقياس اللي إحنا بدنا. فأفضل قياس 36 يكون فارغ عشان يغلق ويركب معك على 40. الأرابيسك بشكل عام بيعطيني إفكت راكز وراقي جدا، يعني شغل غرف للضيوف، المضافات، الغرف اللي فيها إشي ركاز، حلو إنك تشتغل عليها الأرابيسك. والأرابيسك مش بأي غرفة يعني بينشغل. طبعا أنا شغال هون أرابيسك ليزر، ليش؟ على البي في سي، لأنه ما بده دهان ولا بده معجون ولا بده أي إشي، وتركيبه سريع هو والبي في سي، بيطلع منظره كثير 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 حلو وممتع وسريع إن شاء الله. طبعا منظره مثل ما أنتم شايفين ممتع جدا حلو. هيك بتمنى إني أفدكم بهالفيديو السريع، وإن شاء الله إنه يكون في ميزان حسناتنا. لا تذكرونا بشير ولايك وسبسكرايب، وانتظرونا على الفيديوهات القادمة، راح يكون فيها فيديوهات تعليمية كثيرة إن شاء الله. سلام عليكم. كانت المسافات تفرقنا، فبيت الأحلام للديكور يجمعنا. وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد.